بسم الله الرحمن الرحيم، رح نبدأ بسكشن اللي تركناه بتشابتر 4. كان عن الكاونتينج آخر سكشن. الكاونتينج شو معنى الكاونت بالنسبة للإحصاء؟ شو علاقته فيه؟ هو انه بدنا نعرف شو عدد النتائج اللي بتطلع معنا من كل عملية او بروسيجر بنعملها للبيانات اللي معنا. فبدنا في عدة طرق لإيجاد عدد النتائج الممكنة، او حسب نحن شو بنحط شروط، يعني قديش بيطلع معنا كم نتيجة للعملية. فاليوم بدنا نتعرف عليها ان شاء الله الطرق. اول شيء اللي هي الفاندمنتال counting rule، هي العقول الأساسية للcounting. بتقول هاي الرول إذا عنا two events، عنا حدثين، أول حدث بيحدث ب m ways، إلو عدد من الطرق بيساوي m، ثاني حدث بيحدث بعدد من الطرق يساوي n. فبشكل عام الحدثين إذا بدنا اياهم اثنيناتهم يحدثوا، بنحسب عدد النتائج تبعهم بضرب عدد الواي الأول في الثاني، m في n بهاي البساطة. يعني هاي بس ال fundamental counting، يعني الأساسية جدا هاي الطريقة. أظن إنه يعني ما حنستخدمها بأمثلة وهيك. بعدين نتعرف على مفردتين، أو يعني في نسميهم نوعين، اللي هن ال permutation وال combination. قبل هيك مرة أنا اللي هن التراتيب والتوافيق، بيستخدموا الحساب كمان مثل ما قلنا عدد الـ outcomes اللي بيطلعوا معنا من أي procedure حسب شروطنا. يعني مثلا نقول بدنا نختار عدد كذا من المجموعة اللي معنا، شو احتمال أو كم ممكن يطلع نتائج معنا بهذا الشرط. فالفرق طبعا هنا لحتى ما نلخبط، الفرق بين الـ permutation والـ combination إنه الـ permutation الاوردر كتير مهم، الترتيب كتير مهم فيها. ف يعني دائم يعني متوقع انه يطلع معنا نتائج فيها تكرار، او عفوا مو تكرار، يعني الترتيب بيكون من جهتين موجود، مثلا A B C و C D A بيكون موجود وكله من ضمن القيم، ما انه بنحذف لانه متكررين. يعني اما الـ combination لا ابدا، الترتيب ابدا مو مهم، لهيك اي شيء بيتكرر بيكون نحذفه من النتائج عشان ما يصير معنا تكرار. هذا هو الفرق الاساسي. permutation في الى اذا بدنا ناخذ مثال، مثلا الـ combination قلنا الاورد مو مهم. مثال بسيط، يعني السلطة لو قطعناها وخلطناها سوا، إذا قلنا نختار الخيار والبندورة مثلا السلطة، ما بصير، يعني ما حيفرق معنى لأنه هي مخلوطة، تمام. أما إذا بدنا ناخد شيء عن الترتيب، في بيأثر كتير، مثلا القفل، أي قفل بدنا ندخل عليه باسورد أو أرقام معينة، بيفرق الترتيب. يعني إذا حطينا 1 2 3 منفتح لازم يكون 3 1، تمام. هي فينا ناخدهم يعني كمثالين على الـ permutation والـ combination. طيب أول شيء نشوف الـ permutation، قلنا إلى نوعين، هي ممكن تكون فيها تكرار وممكن فيها تكرار. يعني مثلا مثل ما قلنا القفل، ممكن واحد يكون حاطط رقم قفله 1 2 2 3 مثلا، في تكرار لرقم 2، بينما ممكن يكون ابدا ما في تكرار 1 2 3 4 او اي باسورد يعني مثلا. يا اما يكون في تكرار يا اما ما في تكرار. مثل ما بنشوف اذا في تكرار كيف بنحسب عدد النتائج الممكنه، هنا n things choose from، تمام. وعن الرقم اللي بدنا نختاره من بيناتهم بنسميه r مثلا. فعنا يعني لو بس هيك ترجمناها كأنه عم نضرب n في حالة r times، كم مرة بدنا نختار، أو عفوا كم عدد الأشياء اللي بنختارهم، نضرب n
في نفسه بعددهم، تمام؟ مثل ما قلنا مثلا هون إذا عنا قفل، عنا الأرقام المتاحة من 0 إلى 9، 10 أرقام، تمام؟ ونحن بدنا الباسورد هو عبارة عن 3 أرقام بس، فكيف نحسبه؟ نحسبه إنه نضرب 10 في حالة، هيك بيعطينا كم عدد شو بيقولوا يعني اللي ممكن يطلعوا لنا، كل البرميتيشن اللي ممكن يطلعوا لنا للإدخال. فتخيلوا إذا واحد يسرق يعني مستحيل بده يطلع 1000 برميتيشن لحتى يفتح القفل، بس إذا كان من 3 خانات، فإذا أكتر بيكون أصعب وهكذا، تمام؟ هاي البرميتيشن with repetition يعني كمان هاي مع الاحتمال انه مثلا ممكن داخل فيهم انه يكون الباسورد 333 مثلا داخل فيهم انه تكرار، او 323 في تكرار مرتين او 3 مرات يعني عادي. ها اول جزء with repetition. الله يعافيك. بعدين إذا بدنا البرميتيشن والأوتشن، مثال إذا عنا كرات بلياردو مثلا هن عددهم 16 كرة، فنحن بدنا what order could 16 pool balls be in. فلو سحبنا مثلا، لو سحبنا كرة عشوائيا يعني وطلعت رقمها 14، تمام؟ يعني المهم راحت رقمها 14. طبعا كل الكرات خدم مختلفة يعني ما في ولا واحدة متكررة، كل واحدة إلى رقم مختلف، فبقي معنا كل الكرات ما عدا الكرة اللي مع رقم 14، تمام؟ كم صار عدد الاختيارات اللي ممكن نختار منها بعد ما حذفنا كرة؟ بقي 15 مرة، نحن كانوا 16 بقي 15 مرة بعد ما حذفنا كرة. بعدين إذا شلنا كرة كمان بيبقى 14 مرة، بعدين إذا شلنا كرة كمان بيبقى 13 مرة. فكل ما نحذف كرة نحن كأنه كأنه صارت يعني حدث جديد، وكل واحد إله يعني اعتبره M وN وهيك يعني. فناتج حساب الأوتكم لكل هذول الأحداث هو ضربهم مثل ما قلنا حسب الفاندمنتال كاونتينج رول، تمام؟ فشوفوا قديش الرقم فظيع يعني إذا بدنا نختار يعني نضل نكمل الاختيار لحتى نوصل الكرة، الرقم بيطلع بالملايين أو أكثر يعني. هنقول إذا بدنا نحن ما بدنا نختار 16 لنوصل لآخر كرة، لا بدنا بس 3، بدنا بس 3 كرات نختارهم عشوائيا. فأول اختيار 16 خيار قدامنا، بعد ما نسحب اول كرة بتصير 16 كرة نختار من بيناتهم، بعد ما نسحب الثانية بيبقى لنا 14 اختيار نسحب من بيناتهم، تمام؟ فلما نضربهم ببعض بيعطينا 3360 خيار الكرات اللي سحبناهم، تمام؟ 3360 different ways that pool balls could be arranged out of 16 balls. تخيلوا يعني عنا 3000 طريقة لحتى نختار 3 كرات من 16 كرة بما انهم مختلفين لانه ما في اي repetition. طبعا without repetition our choices get reduced each time. لما يكون ما عنا repetition لما نحن نسحب خيار حيقل الخيارات اللي جاية يعني، هيك بنكون اخذنا الـ permutation without repetition، تمام؟ هاي الطريقة اللي هي كل مرة عم ينقص الخيارات هي عبارة عن الفريال كمان قبل اخذناها يعني،
لنشوف هون طريقة حساب، مشان طبعا ما نروح نحسب نكتب ال 16 في 15 في 14 ونحسب كل هذا حيطلع رقم هائل ونرجع نحسب اللي تحته. لا بنستخدم طبعا الاختصار أسهل شيء. لما نكتب 16 طبعا هذا هو القانون تبع ال repetition out repetition n عاملة أو factor factorial على n ناقص r الكل factorial. فنحن عندنا n، n هي عدد ال كل اللي data set كل ال values اللي هن هون 16 تمام، 16 factorial على ال n هون 16 نفسه ناقص كم العدد الكرات اللي بدنا نختاره. نحن كم قلنا بدنا 3 بس، فبنحسب اول شيء لبنات القوس كم 16 ناقص 3 13، صارت معنا 16 على 13 تمام. هذول الفاكتوريال طبعا برا لا تنسوها كتير مهمة. فاذا جينا نفكها لهي كيف بنفكها؟ نكتب 16 في 15 في 14 في 13 في 12 الى اخره تبقى كلها. نشوف تحت شو في عنا رقم، عنا هون الرقم هو 13 فبنوصل لعنده نكتب 13 بنحط هون فاكتوريال تمام على هي 13 فاكتوريال، فبنختصرهم مع بعض لانه 13 فاكتوريال واللي بعده كلهم يساوي 13 فاكتوريال واللي بعده اذا فكيناها. بيبقى معنا بس بالبسط هدول الارقام 16 في 15 في 14، بنكون اختصرنا حالنا انه الرقم ما يطلع كبير كتير ونقسم عليه، بس بنحسب هذا الرقم 16 15 14 بيطلع 3360 تمام. اذا اخذنا مثال ثاني، how many ways can first and second place be awarded to 10 people؟ شايفين هون قايل first and second place، كثير منتبه لما هو حدد انه الاوردر كثير مهم انه لازم يكونوا باول وثاني مكان، فورا بنستخدم البيرميتيشن تمام، لانه هو البيرميتيشن قلنا without repetition بهم كثير فيها الاوردر. فبنستخدم القانون، عنا الاشخاص كم 10، وشو بدنا نحن اول وثاني مكان يعني 2، بنستخدم 10 على 10 ناقص 2 10 على 8 نفس الشيء بنفكها بنقول 10 ضرب 9 ضرب 8 فاكتوريال، بس منفك لعند الرقم اللي تحت بالمقام هون 8 فاكتوريال ومنحذفهم مع بعض بيبقى 10 يساوي 90 تمام. يعني يقول instead of writing the whole formula، احيانا ممكن نلاقيها بهذا الشكل انه احسب P ل N و R لما نلاقي، او ممكن بهذا الشكل او ممكن بهذا الشكل، اي واحد فيهم هو نفسه بينفك بهذه الطريقة تمام. هدون بهذا بالنسبة للpermutation، قلنا نستخدم بالpermutation الفاكتوريال رول. شو هي الفاكتوريال رول او بشو تستخدم؟ اذا عنا collection مجموعة من N items فيها N من العناصر تترتب ب يعني ممكن يكون إلى N factorial different ways لترتيبها. N factorial تنفك ب N في N ناقص 1 في N ناقص 2 إلى 1 تمام. طبعا مثل ما قلنا كل items كل ما نختار items بيبقى اللي بعده بيكون طريقة اختياره ناقص 1 بيبقى بان ناقص 1 ways، ضل بينقصوا 1 1 1 لحتى نوصل لرقم 1 فقط للاخر. بهي خاصة طبعا للقاعدة 0 فاكتوريال قلنا لازم اخر شيء يساوي 1، حتى الصفر فاكتوريال يساوي 1 اي حالة خاصة له. مثل ما قلنا هذه الـ permutation rule
in different items available، بيكونوا كلهم مختلفين، ما في أي هذا جزء منه إنه يكونوا كلهم مختلفين، ما في أي تشابه بين ال items، و we select R of Mint بدون تبديل أماكنهم، مثل ما قلنا ABC هو يعني لازم يكون حاطط كلمة يعني keywords إنه الترتيب مهم أو بده اللي يبرق بالمكان كذا مثلا. إذا ممكن إذا جانا مثل هيك شيء بالخيارات في 10 و2 مثل ما بنحسبها، الاثنين هو عدد اللي اثنين الرقمين اللي نختارهم يعني، أو الطريقتين اللي نختارهم من 10 أرقام، فبنقول 10 في 9 على 2 عاملة، 10 في 8، لا لحظة، 10 في 9 على 10 ناقص 2، هاي نفسها اللي حسبناها قبل شوي، هي هي على 10 ناقص 2 تاني بالأقواس اللي هي R. تمام، وهذا هو القانون مثل ما قلنا عليه. هون لما تكون الـ permutation rule identical إذا كان في عدة عناصر مساوية لبعض أو نفسها بالمجموعة، بنستخدم هذا القانون اللي هو n عاملة على n واحد عاملة في n اثنين عاملة في n k عاملة. إذا كان عندنا أكثر مثلا من مجموعة، مثل ما قلنا إذا كان مثلا رقم الإفل 1 2 2 3 3 مثلا، فمنقول هاي بنعتبرها مجموعة وهي بنعتبرها مجموعة، هاي بنسميها إن واحد مثلا وهي بنسميها إن اثنين، ونشوف قديش عدد عناصر كل وحدة ونطبق فيها. هلا بنشوف المثال. If the preceding requirements are satisfied، اللي هن هدول الشروط نفسها، and if there are n واحد alike يعني متشابهين أو متساويين، n اثنين alike، n k حسب كم عدد الأشياء المتشابهة عنا أو الأرقام المتشابهة، the number عدد ال permutation or sequences of all items بنحسب هذا القانون. نشوف المثال. إذا عنا anyways كان 11 girls and 3 boys be arranged in sequences. In sequence كم طريقة معنا لحتى نختار أو نرتب 11 بنت وثلاث أولاد، معنا 11 بنت وثلاث أولاد، كيف كم طريقة معنا لنقدر نرتب هدول الأرقام كلهم يعني نخلطهم ونرتبهم. فهون عنا الترتيب أو عفوا مو ترتيب، هون عنا في أشياء ألايك متشابهة، هون في 11 girls كلها نفس الشيء وثلاثة كلياتهم نفس الشيء، فبنستخدم القانون الثاني. تمام، اللي هو n عاملة على n واحد في n اثنين، هون لأنه عنا بس مجموعتين متشابهين فبس نكتب n واحد و n اثنين، ومنعوض انه انتبه هون n واحد و n اثنين، هون n هي كل المجموعة اللي معنا كل الداتا سيت، فالداتا سيت هي كل الأرقام اللي معنا نجمعهم 11 girls and 3 boys بيطلع معنا 14. تمام، على 11 عاملة اللي هن الـ girls و 3 عاملة أو متعودة على عاملة من زمان فاكتوريال اللي هن البويز، ومنعوض. تمام، اذا بدكم انه نفكها لو نختصر بيكون احسن ما ننسى بهيك كل الحساب. تمام، بيطلع معنا 364 طريقة لترتيب ال 14 جيرلز وبويز. تمام، هذا القانون اللي أخذناه هلا حيمرر معنا بتشابتر 5 لما نبدأ إن شاء الله، حيكون بهذا الشكل بس إن شاء الله حيمر معنا مرة تانية.
بعدين عنا الكومباينيشن، خلصنا منه هو كله عن البيرميتيشن. تمام، الاوردر كان كتير مهم. هلأ الكومباينيشن او فيكم تسمون يعني خلطة، يعني ما فين ابدا يعني ما بيهم فيهم الترتيب، لهيك بصير يتكرر فيهم الرقمين حتى لو كان ترتيبهم مختلف. تمام، نفس الشيء اذا نختار r من n items without replacement ما بيفرق الكومباينيشن ل a و b و c مدى عن c و b و a. عفوا انا لخبطكم، الكومباينيشن ل a و b و c is the same as c b a، لهيك نحذفه يعني يا هاد يا هاد بنحط انه نفس الشيء. هاد الكومباينيشن طبعا هي شايفين القانون هو نفسه، هذا الجزء هو نفسه ان فاكتوريال على ان اس ار فاكتوريال، ضفنا له ار واحد على ار فاكتوريال او ضربناها في واحد على ار فاكتوريال لانه احنا شلنا الجزء اللي هو متكرر، كل الارقام اللي هي متكررة حذفناها، فهي واحد على ار فاكتوريال تساوي. تمام، لهيك يعني القانون هو نفسه بس انتو بتكون تعتبروا حالكم ضربتوا في واحد على r factorial اللي هو الجزء المتكرر من البيانات. طيب اذا اخذنا على نفس المثال تبع البلياردو اللي هو كنا نختار 3 كرات بلياردو من 16، تمام قلنا هون ما بيهمنا الاوردر لازم يقول طبعا بالسؤال انه ما بيهمني الاوردر او لا مهم. فاذا هون ما بيهمني الاوردر طبعا قال له هيك الكومباينيشن اللي بدنا اياهم، فعشان هيك بنضرب في واحد على الرقم اللي هو r اللي بدنا نختاره، احنا قلنا 3 كرات بدنا في نفس القانون 16 على 16 ناقص 3 الكل فاكتوريال وبنحسب. شايفين هون مثل ما قلت لكم اذا بسطناها بيكون احسن، يعني هون تركناها نفسها 16 في 15 في 13 فاكتوريال على هون في 13 فاكتوريال على 13 فاكتوريال في فكينا 3 فاكتوريال وهي 3 في 2 في 1، هاي هي 3 في 2 في 1، هاي راح 13 فاكتوريال مع 13 فاكتوريال راحت بقي 16 في 15 في 14، بنبسطها كمان بنقول هاي 5 16 8 نضرب 8 في 14 بيطلع معنا 650. تمام، هيك يكون خلصنا شابتر 4. تمام، واضحة الجزئية تبعت الكاونتينج لأن احنا ب شابتر 5، لنبدأ بشابتر 5 هلا. طيب ثواني، بهذا الشابتر رح ناخد عن الـ Random Variables والـ Binomial Probability Distribution والـ Mean والـ Variance للـ Binomial أو الـ Probability Distribution بشكل عام. هذا الـ Section الأخير قالوا لنا أنه ما معنا 5-5 فما رح ناخده إن شاء الله. تمام، هذا هون عم يقولوا أنه هذا الشابتر بيجمع اللي أخذناه عن الـ descriptive statistics اللي هو الإحصاء الوصفي بتشابتر 2 واللي أخذنا عن الاحتمالات بتشابتر 4، هو كتير مرتبط والمعلومات يعني إن شاء الله بتوثق يعني عن اللي أخذنا من قبل وبإذن الله سهل ما
طيب ال probability distribution نحن من قبل شو أخذنا؟ أخذنا ال frequency distribution اللي هو كان التوزيع التكراري، اللي هي البيانات كان موزعة على حسب تكراره، توزيع الاحتمالي اللي حيكون توزيع البيانات على حسب احتمال حدوثها. تمام، هذه التوزيع بيوصف لنا شو حيصير قبل ما، يعني شو النتائج اللي حتصير قبل ما تحدث، نحن بنخمنها او بنستنتجها، لها له علاقه بالانفرنشال ستاتستكس او يعني متعلق بالانفرنشال ستاتستكس. تمام، المهم انه ما نلخبط، البروبلي ديستريبيوشن هو التوزيع الاحتمالي، يعني نفس هذاك حتى بيعملوا بجراف او تيبل او فورمولا، بس بدل الفريكونسي بنستخدم البروبابيليتي للبيانات. شايفين مثل ما قال انه احنا هنجمع تشابتر 2 و 3 و 4. هون تشابتر 2 و 3 كان عن الداتا والفريكونسي، الى كيف كنا ناخذ الفريكونسي ونجيب المين تبعهم ونجيب الستاندرد ديشن. بتشابتر 4 كيف قلنا الاحتمالات. تشابتر 5 حي يعني حيجمع عن تقريبا، بس حيكون عن الراندوم فاريبل، نوع معين الفاريبلز، وحنمشي عليهم نفس الافكار، يعني المين والستاندرد ديشن. طيب هلا لحتى نفهم الـ probability distribution، هو بيعطينا هو عبارة عن تمثيل أو جراف أو جدول، بيعطينا الـ probability أو الحدود لكل قيمة للـ variable اللي معنا اللي هو random variable. random variable ليش هيك اسمه؟ لأنه بتحدد عشوائيا حسب القيم اللي معنا أو حسب الشروط اللي معنا. determined by chance، يعني كل مرة قيمته شكل وكل مرة بتمثل بهاي القيمة، فكل تمثيل القيمة كلها بسمى probability distribution. هناخد نوعين لل variable. تمام، وحنشوف كمان إذا النتائج هي unusual مثل العادة، يعني كمان حتى نفس الطريقة نفس القاعدة، إذا كانوا unusual إنه هن مستحيل يحدثوا أو غير ممكن إنه نشوفهم بين النتائج بالتصادف يعني أو بشكل عشوائي. مثل ما قلنا random variable هو عبارة عن variable من اسمه عشوائي، يعني بيحدث بالتصادف أو بدون ما نحن نعرف، يعني مثلا مثل رمي النرد أو هاي نحن نرمي بدون ما نعرف شو حيطلع، كل قيمة ممكن تطلع. فإلو single value determined by chance for each outcome or procedure. هذا الـ probability distribution هو عبارة عن وصف لهي الـ random variable، كل قيم للـ random variable هي بتتمثل بالـ probability distribution. تمام، قلنا إلو نوعين discrete random variable و continuous random variable. discrete اللي هو مستقل، اللي هو الـ variable المستقل تماما أو الرقم المستقل. كيف يعني؟ يعني اللي هو بيكون جزء صحيح، يعني بيكون رقم صحيح ما في أي فواصل عشرية، ما في إجزاء، أو يعني نعتبره countable، بنعد عد، يعني فينا نقول 1 2 3 4 ما بصير في أي فواصل عشرية. تمام، الكونتينيوس لا، أي شغلة يعني أي variable أو شيء ممكن نعده ونستخدم بعده الفواصل العشرية. تمام، يعني مثلا مقاييس لأي شيء، للحرارة، أي شيء، للعفات بتستخدم، لازم فيها دائما بكون فواصل عشرية أو هيك، أو مثلا الأوزان مثلا تعتبر continuous random variable،
بينما مثلا عدد الأشخاص ما فينا نقول شخص ونص مثلا، شخص ثلاثة أرباع ما بصير، فبيعد عندهم variable. مثلا أعطينا مثال إنه الكاونتر هو بيعتبر discrete random variable، لأنه بيعد هون، هذا الكاونتر بيعد واحد واحد، 120، 29، 30، فما في أبدا أجزاء عشرية، فبيعتبر discrete يعني مستقل. أو كل، طبعا كل قيمة إله هي قيمة بذاتها للراندوم variable، وإذا مثلناهم بيطلع معنا كمان distribution، probability distribution عفوا. الفولتميتر مثل ما قلنا، هذا هذا لا ما بيقيس بشكل، يعني ما بيكون كل رقم كامل، ممكن يطلع معنا شيء بالفواصل العشرية، فبيكون continuous random variable. تمام، إذا بنحدد هذول الأمثلة هي random أو هي discrete أو continuous. عدد البيضات مثلا اللي تصدر الدجاجة باليوم، هو كل بيضة، ما فينا نقول بيضة ونص طبعا، لا لازم يكون بيعتبر countable، فبنقول عنه discrete variable، random variable. عدد ال stat student مثلا، عددكم بالكلاس بيعتبر كمان discrete، انه كل شخص لحاله منفصل يعني. The amount of milk مثل ما قلنا هي تعتبر من المقاييس، بيعتبر continuous، لأنه فينا نقول كيلو ونص مثلا من الحليب، أو كيلو وربع، أي رقم فينا نعتبره continuous. The measure of voltage كمان نفس الشيء، درجة الحرارة أو الفولتاج فينا نعتبره continuous. تمام، مفهوم الفرق؟ هذا نتوقع بيجوا صح وخطأ أو اختياري. بعدين مثل ما قلنا، هاي الأرقام تتمثل بالـ probability histogram، اللي هو نفس الـ probability، عفوا نفس الـ frequency histogram، بس بدل ما يكون على المحور العمودي الـ frequency حط الـ probability، بنحط الاحتمالات. بالأفقي بنحط البيانات اللي معنا. إذا هون عنا ياهن أرقام عادية countable فمنحطهم، وهون نحط الاحتمال حدوثا، احتمال حدوث الرقم 5 مثلا، احتمال حدوثا. تمام، هذا يسمى probability histogram. is very similar to relative frequency histogram but the vertical shows probability. أهم شيء إنه إذا قلنا مثلاً هل هاي البيانات تمثل probability distribution، نحقق شرطين. أول شرط إنه كل ال probability لهاي البيانات بتساوي المجموع لهاي ال probability لكل البيانات يساوي واحد، يعني نشوف كل قيمة، كل value معنا، وشو الـ probability إلها، ومنجمعهم لازم يكون المجموع يساوي واحد. هاي بالكتاب، إذا طلع مثلا معنا الرقم 0.99 أو طلع معنا 1.001، يعني زايد بس بواحد من 1000 أو من 10,000، ما بيأثر. أما إذا كان الرقم لا مثلا 0.95، لا ما بنعتبره قيمة صحيحة، لأنه بعيد عن الواحد منيح يعني. تاني هون ما ظهر، تاني شرط انه ال PX بين الصفر والواحد، الاحتمال لكل القيم اللي موجودة معنا لازم يكون بين الصفر والواحد. نفس الشيء مثل ما اخذنا نحن من قبل، انه الاحتمالات بين الصفر والواحد دائما تقع، ما بصير تكون لا اكبر من الواحد ولا الصفر، ما بصير تكون سالبة ولا اكبر من واحد. تمام، بس هذول الشرطين لازم يتحققوا سوا لحتى نعتبر هذا الـ probability distribution للبيانات اللي معنا. يعني
ممكن يعطينا جدول ويقول لنا هل هذا هو تعتبره probability distribution. ففورا شو بنعمل؟ عطينا ال x وال px، نجمع ال px لكل القيم. هون إذا جمعناهم 0.16 زائد 0.26 زائد، حيطلع معنا واحد. عفوا لا، ما بيطلع معنا، بيطلع معنا أكتر أظن. فما بيحقق الشرط. طبعا بنقول إنه أخل بواحد من الشروط. لهيك هو لا يعتبر probability distribution. هون نفس الشيء، إذا أعطانا جراف وقالنا هل تعتبر هذا الجراف هو probability distribution، نجمع على ال vertical، كان اسمه، نجمع القيم اللي على ال vertical، وإذا طلعوا واحد نعتبره distribution، إذا طلعوا أقل أو أكثر ما بيعتبر، ونكتب السبب إنه أخل بواحد من الشروط. تمام؟ ممكن يجي السؤال بهذا الشكل: does px يساوي x على 10 where x كان دي، أعطانا قيم x ممكن تكون، حتى نعتبر x هي random variable، يعني كل ما أعطاه حيتغير ال value اللي معنا، عشان ما يصير معنا data set. determine هل هذه القيم كلها تعتبر probability distribution، فنحن بنعوض حسب القيم اللي أعطينا إياها كلها وبنجمعهم. تمام؟ هون طلع معنا على 10 على 10 واحد، إذا هو بيحقق الشرط الأول. بنشوف هل كل القيم اللي أعطانا إياها بين الصفر والواحد، 0 على 10 0، 1 من 10، 2 من 10، كلياتهم بين القيم بين الصفر والواحد، إذا يحقق الشرط الثاني، معناته يحقق الشرطين هو probability distribution. تمام؟ بعدين بدنا ناخذ المين، الستاندرد ديفيشن كمان اللي بيخص كل بروبيرينس والستاندرد ديفيشن في بي اكس. وهون كمان واضح هيك ولا كمان عم يقطع؟ واضح الصوت ولا عم يقطع؟ منيح؟ طيب بنكمل. قلنا هون بدنا ناخذ بالنسبة لل probability distribution، كمان حناخذ المين والفاريانس والستاندرد ديفيشن. يمكن هنا بيطلعوا نفس الفورمولا اللي اخذناهم من قبل، بس نفس بشكل ثاني بيخص ال probability distribution. فالمين يرمز له بهذا الرمز اللي هو ميو، وبينحسب عبارة عن مجموع الاكس، كل قيمة معنا بالبيانات ضرب الاحتمال تبعه. اول شيء نحسب القيمة في احتمالها، بعدين نجمع كل القيم اللي طلع معنا. الفاريانس سيجما نفس الشيء، المجموع للاكس ناقص ميو ناقص المين في البي اكس لكل قيمة من القيم، بعدين نجمعهم كلهم. بعدين هون هيدي شرط نفس الفاريانس
يعني الأفضل الواحد يحفظ واحدة. بعدين ال standard deviation هو عبارة عن الجذر، لا الجذر سوري، هو على ال راح موز هيك تلخبط. ناخذ مثال على المين والفاريانس والستاندرد ديفيشن بالنسبة للديستريبيوشن، التي ديستريبيوشن عفوا. هون عم يقول انه عطينا قيم وعطينا الاحتمالات تبعها، جاهز يعطينا اياهم لحتى نحسبهم، لازم يكون عطينا الاكس كل القيم والاحتمالات تبعها، تمام؟ وطالب مننا انه فايند هيك يعني بشكل واضح find the mean and standard deviation for the probability distribution. هي لشو هي؟ ل number of bees with the green pods اللي هن الفاصوليا الخضراء لخمس نباتات، معتبرهم خمسة مختلفين، عددهم خمسة يعني، obtained from parents having the green yellow pairs of اللي هم عندهم الجين الأخضر والأصفر مختلط يعني، تمام؟ فهو بيكون عطينا مثل ما قلنا X هون هن خمسة بيز مختلفين أو خمس نبات مختلفين، عدد البيانات تكون من صفر إلى خمسة، والبي إكس عطينا إياهم جاهزين. نحن شو بنعمل؟ بدنا نحسب اول مين، فشو كان المين؟ كان مجموع اكس في دي اكس، فبنحط خانه، بنعمل جدول، بنحط خانه نضرب اكس في دي اكس لكل قيمه، بعدين بنكتب تحت، بنجمع النواتج كلها نكتبهم تحت، ميو هو هذا المين يساوي مجموع اكس في دي اكس، بيكون مجموع هاي الارقام كلها. بعدين لحتى نحسب الفاريانس بنقول اكس ناقص ميو تربيع، كمان ممكن نحط خانة كمان ما أنا موجودة بالجدول، بنحسب فيها x ناقص ميو تربيع x ناقص، بنربع كل لا عفوا بنربع هذا الرقم، لا في 3752 ونطرح كل قيمة منه، كل x منه صفر ناقص تربيعه ناقص تربيع الميو، بعدين هي ممكن نعتبرها خانة لحالة. بعدين الناتج لهذا نضربه في احتمال القيمة، تمام؟ هيدي الخانة الأخيرة ونطلع الناتج، هذا الناتج هو الفاريانس الستاندرد ديفيشن. هذا الناتج عفوا مو هو الفاريانس، الفاريانس هو أصلا تطلع قيمة واحدة لكل القيم، فبتكون عبارة عن مجموع كل القيم، فمنجمعهم بيطلع هذا الرقم، هذا الرقم هو الفاريانس. الفاريانس هو مربع الستاندرد ديفيشن، لهيك بناخد الجذر. بس عم اقطع الصوت شكله سيء. شو اعمل اطلع يعني؟ عشان التسجيل لسه بيقطع ولا ماشي الحال؟ فبنعمل جدول بنحسب فيه كل القيم اللي معنا، تمام؟ حسب القوانين الموجودة، فبيطلع معنا اللي هو الرقم اللي حسبناه هون اللي هو مجموع x في dx لكل القيم. شو بنعمل؟ بنعمله طبعا round off، أحسن لنا يعني دائما هاي القيم بنعملها round off،
كيف بنعمل راوند اوف؟ مثل العادة بيكون اذا معنا القيم مثلا بعد الفاصلة العشرية في 3 خانات بنعملها بحيث يكون اقل بالناتج، اذا كان اكثر من 3 خانات بنخليه 3 خانات، تمام؟ يعني مليء او 4 خانات بالكثير اذا كان رقم كبير، يعني يا اما بتكون نفس الرقم يا اما يعني نفس عدد الخانات بعد الفاصلة يا اما اكثر برقم بس. هون عنا 3.752 طلع المين، فنحن اصلا 1 2 3 4 5 ما لهيك نخلي بس خانة واحدة يعني 5 أو أكبر من أوف بتصير 3.8. وهون الشيء بالنسبة لل فاريانس نعمل له راوند اوف كمان، لانه الرقم اصلا معنا القيم هي عبارة عن رقم صحيح ما في بعد اي فاصل، ما في بعد الفاصل نحذف كل اللي بعده، فبتصير الفاريانس يس. وستاندرد ديفيشن الفاريانس بيطلع معنا 0.9982 كمان اذا رقم بعد الفاصلة بتاع شو بعدها بعد 6 اذا عملناه لتقريب حتصير 1 صحيح، تمام؟ وكله بيروح الباقي. هي هون نفس المسألة لأنه حتمر معنا كتير. نشوف شو أصل المسألة. إنه قلنا معنا 2 parent، تمام، من النباتات parent 1 و parent 2. فال parent 1 و parent 2 معنا يا أما بدهم يكونوا green يا أما yellow. فكل الاحتمالات اللي ممكن نرتبهم فيها وشو بيطلع معنا نواتج حاطينها بهذا الجدول. إذا كان البنت الأول جرين حيطلع الجينز جرين جرين. الأوف سبرينج بود أو يعني الولد حيطلع جرين. إذا كان البنت الأول جرين والتاني يلو حيطلع كمان اللي هو مين اللي أكتر أو سائد أعتقد كان اسمه اللي هو جرين. إذا كان يلو وجرين مجرد ظهور الجرين يعني حيطلع هو بالناتج. إذا كان يلو ويلو لا حيطلع يلو، فاحتمال ظهور الجرين هو 3/4 أو 1/4 0.75 انه حتمر علينا بعدين. مثل ما قلنا هي راوند اوف رول، انه اذا كان معنا الرقم مثلا الارقام البيانات اللي معنا هي ارقام صحيحه ما في بعدها فواصل عشريه، فلما نعمل راوند اوف قرب بس فاصله واحده. اذا كان معنا بيانات لا 1.2 مثلا بنقرب لرقم اكثر من الداتا بفاصله عشريه واحده فقط، يعني بتصير 1.23 مثلا بس خانتين بعد الفاصل. هيك نحسب اللي هي الكاركترستكس لل probability distribution اللي هنا الفاريانس والستاندرد ديفيشن والمين. بعدين اخذنا كمان الرينج رول اوف ثمب من قبل بالستاندرد ديفيشن. هاي القاعدة بتستخدم لفهم أهمية الـ standard deviation، إن هو بيستخدم لحساب شو الـ range اللي معناه للـ result اللي هنا usual، شو اللي بيطلع معنا النتائج اللي هي ممكنة. قيمة مثلا كانت تنتمي لهذا الـ range نعتبرها unusual value،
إلا بنستخدم هذه ال القانونين، الماكسيمم يوجوال. أول شيء بنجيب الماكسيمم يوجوال فاليو، وبنجيب المينيمم يوجوال فاليو، فالرينج بيكون بين هدول القيمتين، إذا طلع عنهم أكبر أو أصغر بيكون unusual. تمام، نشوف مثال على تقريبا كل تشابتر على نفس المسألة اللي هن الاوف سبرينج. بده the mean number of peas with green pods is هذا اللي طلعناه قبل شوي، كان الرقم اللي طلع من المين 3.8 وطلع لنا standard deviation 1، فعم يقول لنا use those results and the range rule of thumb. قلنا انه نستخدم range rule of thumb، يعني بده لنوجد الماكسيموم والمينيموم فاليو. هو بنستخدمهم لانه عندنا المين واللي موجودين جاهزين. نستخدمها، هي عبارة عن زائد 2 في standard deviation، والمينيموم فاليو هي المين ناقص 2 في standard deviation. هيك لحتى نشوف كم تبعد البيانات عن المين بمقدار 2 standard deviation عن يمين المين او عن يساره. تمام، هيك لازم تكون البيانات، يعني هيك مجال البيانات بالprobability distribution. طبعا بعد ما حسبناهم صار معنا القيم لازم تكون من 1.8 الى 5.8، ما بصير تطلع عنا لا اكتر ولا اقل. فهو شو عم يقلنا؟ based on the results between whether it's unusual to generate five offspring and find that only one of them has a green pod. عم يقول انه اذا نحن يعني ننمي خمس بيان نباتات واحدة فيهم بس طلعت هي green، هل هذا رقم usual ولا unusual؟ فطبعا نحن طلع معنا ان اقل شيء انه 1.8، اكيد هي لازم تكون يعني تقريبا رقم صحيح لانه احنا بنحكي عن نبتة، فاقل شيء 1.8، ما مو 1. تمام، يعني 1 هي قبل هي برا الرينج، فهي تعتبر unusual. نكون يعني فينا نقول لازم تكون نبتين او اكثر لون اخضر او فيهم اخضر green pod. تمام، فبنقول بنقله انه هاي القيمة unusual انه هي خارج النطاق اللي طلعناه للقيم اللي ممكن تكون. بعدين كمان مرت علينا هاي القاعدة اللي هي rare event rule للإحصاء السنة. إذا قلنا تحت أي assumption، تحت أي افتراض حطيناه نحن، إذا طلعت معنا الـ probability لـ event معينة كتير كتير صغيرة، فبنقول إنه الـ assumption أو الاحتمال اللي حطيناه هو خاطئ يعني، وبنلغيه وبنحط غيره. مثلا معنا إنه 992 hits in 1000 tosses، يعني كل ما رمينا الـ القطع النقدية يطلع معنا هيد 900 مرة، فالاحتمال حيطلع extremely small يعني. تمام، بنقول انه الـ assumption تبعنا خاطئ، هي اسمها الـ for inferential statistics. تستخدم الـ probability لنحدد إذا القيم اللي معنا هي unusual، يعني unusual بس فينا نحدد هل هي unusual high، يعني هل هي كتير كتير عالية، أو unusual low، يعني هل هي كتير خارج النطاق بس يعني لأنها قليلة. ف
فهو معتبر انه الحدوث كل مره تحدث فيه التجربه هو عباره عن سكسس، مسميه سكسس. فمو قصده انه يعني حدثت انه شيء جيد، لانه كل مره صارت بتعتبر هي نجاح للتجربه او البروسيجر. فعم يقول اذا معنا اكس سكسس among n trials لكل محاوله طلع معنا اكس سكسس، اذا طلع البي لاكس اور مور يساوي 0.05 بنقول عن القيم انه هي unusually high، مو طبيعي يعني، كبيره زياده عن اللزوم. مثلا 9 سكسس ان 10 trials، اذا ب 10 محاولات 9 سكسس وطلع البروبابيليتي ل 9 اور مور اصغر من او يساوي 0.05 بنقول عنا unusually high. اما اذا طلع معنا الفاليو كمان نفس الشيء، هي اثنيناتهم اصغر من او يساوي، بس هون ننتبه ان الاحتمال لرقم او فيور لاكس او اصغر من او يساوي 0.05 كمان بنقول عنا unusually low. شوف مثال احسن. مثلا use probability to determine whether one is a number of bees with green buds when five offspring are generated from parents having نفسهم اللي هنا green yellow pair of genes، حتى نحدد إذا هذا الرقم هو usually low. مثل ما قلنا بنحسب البي الاحتمال لحدوث هذا الرقم أو أقل، شو في أقل منه لهذا الرقم. فنشوف بالاحتمالات، الأول شيء أخذنا إحنا البي اللي بيكون الاحتمال لحدوث شيئين بينهم R، شو بيكون R يعني جمع، بنحسب احتمال الأول وبنجمع مع احتمال الثاني. فاحتمال حدوث واحد موجود بالجدول كان ناتج يعني جاهز هو 0.015، واحتمال اللي تحت الواحد ما في غير كان واحد، اذا كان في اكثر من قيم نحطهم كلهم مثلا زائد، هون بس كان في الصفر فاحتمال الصفر يساوي 0.01 ومجمعون، فطلع معنا الرقم اصغر من 0.05 لهيك بنعتبره unusually low. تمام. بعدين في مفهوم يعني مسمى تاني للمين اللي هو الاكسبكتد فاليو، بسموه بالنسبه للديسكريت راندوم فاريبل تحديدا بنقول عنه للمين انه اكسبكتد فاليو اوف ا ديسكريت راندوم فاريبل، وبنعطيه الاسم اي، هو نفسه مجموع الاكس بي اكس لكل القيم. تمام. عشان ما نفكر انه هو شيء جديد يعني، بس هو عبارة عن لانه خاص بالـ discrete random variable فسموه هو expected value and it represents the mean value of the outcomes. تمام. كما قلنا نشوف مثال. How to be a better butter, better butter إنه تكون مراهني. You are considering placing a bet. إذا أنت بدك تراهن على رقم 7 بالرولت، يعني بدك الرقم 7 يطلع بالرولت، أو في ما بعرف شو هي اللعبة بال dice game اللي تبعت ال dice النرد اللي هو زهر النرد. البلاس فيغاس يعني كمان اخذونا على اخر الدنيا. اذا راهنت بخمسة دولار يعني قلت بدفع خمسة دولار لحتى اذا طلع لي رقم 7 دولار طلع لي الرقم 7 بالرولات بربح. تمام. اللي حاطينه نفس الكازينو هو شو 180 دولار
يعني مقابل كل $5 إذا أنت ربحت على الرقم اللي راهنت عليه تاخذ $180. طبعا بما أنه أنت دافع فبصيروا 175، تمام؟ عامل لك احتمال، هذا كله بالسؤال، احتمال أنه أنت تخسر $5 تبعونك وما يطلع الرقم 7، يطلع هنا بيكونوا عندنا 38 رقم غير ال، يعني كل الأرقام عبارة عن 38 رقم، فاحتمال هرب كل رقم إلا رقم 7 يساوي 37 على مثل ما حسبنا، يعني مثل ما أخذنا قبل إنه يساوي عدد الاحتمالات اللي بتظهر على عدد عدد جميع الاحتمالات، يعني اللي بتظهر على عدد كل اللي بالداتا ست، فعدد الأرقام اللي بالداتا ست هو 38 رقم من 1 ل 38، والأرقام اللي شلنا منها بس واحد 37، فاحتمال انه انت تخسر $5 لانه ما طلع معك الرقم 7 هو 37 على 38، احتمال كبير كتير يعني. واحتمال انك تفوز هو 1 على 38، هو الواحد اللي بقي يعني، تمام؟ مثلنا البرايز هنا اللي حاطين الكازينو $180، بما انه انت دافع $5 صارت 175، يعني هاي هي ال 175. ليش عم نقولها؟ لانه هي تعتبر النت جين، الربح الصافي. فعم يقول لك find your expected value if you bet $5 on the number 7. بنعمل بنحط نرسم جدول، بنحط وشو الاحتمال تبعها، مثل ما حكينا اذا انا دفعت اكس $5 نحطها ناقص لانه انا عم اخسر، شو الاحتمال تبعها 37 على 38، شو الجين كمان الصافي بنحطه هو $75، شو احتماله 1 على 38، هذا احتمال اني اربح يعني. مضرب اكس في بي اكس، تمام؟ لانه احنا بنجيب المين، شو الاكسبكتد فاليو هي المين، اكس في بي اكس حيطلع معنا رقم سالب. طبعا هون كاتبه بشكل سنتات، سنت هو عبارة عن 1 على 100 دولار، فناقص 0.26 دولار يساوي ناقص 26 سنت، تمام؟ هاي أول هاي السلايدات هلأ بحطها بالجروب. بعدين عم يقلنا بي، لا اذا بدنا نراهن باللعبة الثانية اللي هي الباس لاين، فراهننا بس الباس لاين فيها 495 احتمال، عندك ال probability انه نخسر $5 هي 251. صراحة انا ما بعرف شو هاللعبة، المهم انه اعطينا يعني ما بعرف شو هدول الارقام شو بيمثلوا، فهنا عطينا البروبابيليتي جاهزة، والاحتمال انه نربح الربح الصافي هو 244، تمام؟ عم يقول انه اذا انت راهنت $5 حيكون given that you are given $10 that's your bet، فأكيد هو الربح اللي بيحطوا لك اياه هو $10 بما فيه اللي دفعته، يعني $5 بس اللي بتربحه اضافي، هذا هو النت جين، تمام؟ find the expected value، نفس الشيء بنعمل الجدول، بنحط اللوز ناقص $5 والجين $5، ما يفهم ليش بيلعبوا اصلا، وبنحط ال px للاثنين وبنضرب x في bx، تمام؟ كمان حيطلع رقم سالب، او فينا نكتبه على شكل سنتات، سنت ناقص 8 لانه كل سنت هو عبارة عن $1. فهنا هو سألنا انه احسن اللعبة الاولى ولا اللعبة الثانية، فعني لو اجينا ترجمناها طبعا ال لا نتلغلها the bet the $5 bet in the roulette تعطينا خسارة ناقص 26 سنت، بينما ل يعني انه نخسر ناقص 26 سنت احسن من انه نخسر ناقص 8 سنت، نخسر 8 سنتات
طبعا هي قليلة، بس لو واحد ضل عم يلعب ضل حيطلع رقم كبير. فذا بيت ان ذا دايس از بيتر، عم يقول انه هون الخسارة احسن، فروح العبوها. ماشي، هذه هي الـ expected value، مثال على الـ expected value أو الـ mean، يعني كان اعتبره الـ mean عشان ما ندوخ حالنا، بس لأنه هو بيخص الـ probability distribution اللي هتسموه. طيب بعدين ناخذ نوع معين من الـ probability distribution اسمه الـ binomial probability distribution. من اسمه binomial يعني ثنائي الحد. هذا الـ distribution allow us to deal with circumstances in which the outcomes belong to two different أو two relevant categories. حيطلع معنا النتائج، كل النتائج للـ procedure حنلاقيهم إن هن بينتموا لـ two different أو two relevant categories، بيتقسموا لقسمين. هذول حنطبق عليهم اللي أخذناه بالـ counting. Such as acceptable, defective, or survived, died. نشوف إنه هنا يعني يا أما بيطلع acceptable مثلاً، مثال إذا كان عن الإنسان ممكن survived, died، بيكونوا مجموعتين يعني. لهيك اسمه binomial اللي هو ثنائي الحد. شو الـ requirement لهذا الـ binomial، أو شو اللي بيقول إنه شو اللي بخلينا نقول إنه هذا الـ distribution هو binomial أو ثنائي الحد؟ بيكون عدد حدوث المرات أو الـ كم محاولة صارت معنا الـ procedure بيكون ثابت أو محدد، fixed number of trials. وكمان الترايلز لازم تكون independent، كل محاولة مستقلة عن غيرها ما بتأثر على اللي غيرها، وما بتأثر على الاحتمال حدوث اللي بعدها مثلا. و each trial كمان كل محاولة مثل ما قلنا بتقسم لقسمين، أو بتصنف إلى تدخل تحت واحد من قسمين. وهون هنا سموه بشكل عام success و failure. مثل ما قلنا هو مجرد تسمية، مو معناته انه سكسس يعني شيء جيد، يعني مو ضروري، وفيلر مو ضروري، ممكن يعني نقلبهم اذا بدنا، بس المهم انه نحن نحدد شان الرموز تبعه ما نلخبط فيه. اخر شرط انه البروبابيليتي للسكسس دائما بتضل ثابتة طول المحاولات، لكل المحاولات البروبابيليتي هي نفسها. أي الشروط أربعة إذا تحققت بيكون الـ distribution هو binomial probability distribution. مثل ما قلنا success و failure، فهون بنرمز لهم بـ S و F. تمام؟ denote the two possible categories of all outcomes، يعني اللي من أصلا النتائج كيف لما نقسم بالأخير لـ two categories. الـ P والـ Q بدنا نعتبرهم هن الـ probabilities، بس الـ P لازم يعني أنا عم بقولكم ليش لازم تحفظوا إنه تعرفوا لمين حطيتوا success ولمين حطيتوا failure، لأنه الـ P لازم تكون مرتبطة مع الـ S والـ Q لازم تكون مرتبطة مع الـ F. تمام؟ وبعدين هلا بنشوف كمان رموزها لازم تكون مرتبطة معه. فلما بنجيب الـ probability للـ success أو النجاح أو الناجحين، يعني القيم اللي هي ناجحة، هو بنعبر عنه بالـ P، يعني أحسن ما نكتب P S كده. والـ P للـ F شو بيكون؟ هو مكمل للـ P. فإحنا أخذنا من قبل شو المكمل لأي رقم؟ رقم واحد ناقص الرقم. تمام؟ تعتبر Q هي المكملة لـ PS، يعني متناعتهم مكملين لبعض. هاي الـ notation للـ N، دائما هي عدد الـ trials، عدد المحاولات اللي أجريت فيها التجربة، كم مرة صارت التجربة. مثلا إذا عندنا نباتات كم نبتة، لأنه كل نبتة لحالها هي تجربة، فكل واحدة فيهم هي trial مثلا،
او مثلا اذا عم نسحب ورقة نقود كل مرة عم نسحب ريال، تمام؟ اكس شو تعتبر هي عدد السكسسز، كمان هي لازم تكون مرتبطة بال مثل ما قلنا بالسكسس او المجموعة اللي احنا صنفناها. وطبعا الاكس هي عدد السكسسز في ان تريال، فاكس ممكن تكون صفر يعني رقم اي رقم بين صفر والان. انكلوسيف يعني مستقل او ما بيأثر اي تريال تانية مثل ما حكينا. البي هن عدد هي احتمال النجاح او كل نجاح بالنجاح تريال، لانه كلهم نفس الشيء، كل تريلز السكسس نفسها حيطلع الرقم نفسه، فنحن بناخذ البي لسكسس ان 1 تريل. الكيو الفيلر ب 1 تريل كمان، تمام. البي للاكس هي شو البروبابيلتي اوف كيتينج اكس اكزاكت اكس سكسس امونج ان تريلز، لانه بدنا نحن هون احتمال حدوث اكس تحديدا، يعني كم عدد السكسس اللي بدنا اياهم هو اكس، بنشوف كم مره بيحدثوا في ان تريلز عدد معين من المحاولات. مثل ما قلنا لازم اذا نحن حددنا انه البي هو السكسسز، اكس دائما بتكون مرتبطه معه بالنسبه للقانون لحتى لما نفذ القانون، وما بيفرق اذا سميناهم سكسس بيكون اكس وبي معهم، او سميناهم فيلر بيكون كيو معهم. بعدين هون هي كمان القاعده مرت علينا من قبل، انه نحن لانه في شرط انه تكون هون اندبندنت، فاذا كان بشكل عام اخرين داتا سيت بدون ما نراعي انه كيف اختار العينات فيها، فممكن لا حيطلع هذا الشرط رح يخل فيه، حتكون ديبندنت القيم معتمدة على بعض. بس نحن لا بنستخدم هاي الرول اللي هي the 5% guideline for conversation، يعني بنعتمد انه نحن السامبل اللي معنا كتير صغيرة من اي population، فبالنسبة لاي سامبل اذا كانت كتير صغيرة تعتبر القيم اللي فيها او الاختيارات اللي فيها independent، هيك بنعتبرها يعني بشكل عام. فكل السامبلز اللي معنا بنعتبرها صغيرة نحن. When sampling without replacement مثل ما قلنا consider events to be input if n أصغر من إذا كانت عدد عناصر n للسامبل أصغر من 0.05 أو هي 5% نفسها لعدد عناصر الـ population أو المجتمع قيد الدراسة كامل، تمام. ناخذ مثال حتى نجيب نعرف شو هن الان والاكس والبي والكيو. مثلا consider an experiment اذا عندنا تجربه على 5 نباتات generated from 2 parents، كمان عندهم الجرين واليلو combination نفسها، فمثل حكينا انه احتمال انه يظهر جيل اخر جيل هو حيكون 3 ارباع او 0.75، طلع معنا اخضر 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 بس واحد اصفر، فاحتمال انه يظهر الجرين 1/4، لانه احنا طلع معنا عفوا مو 1/3، معنا جرين 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 والاخير بس يلو، ف3/4 او يساوي 0.75 هن اعطينا اياها لهي جاهزه. بدنا probability that exact بالضبط من 5 have a good have a green pod، اذا عندنا 5 هالمره 5 نباتات شو قال انه 3 منهم خضر حيطلعوا، مثل ما قلنا هذا ما صار شيء حيصير نحن عم نستنتجه، لهيك هو inferential statistic. فنحن اول شيء شو بنعمل؟ بنحدد كم تريل معنا، قلنا بما انه كل نبتة لحالها
هي تجربة، فالترايل هن خمسة، نحن خمس نباتات بدنا. فمنقول the number of trial is fixed، هذا أول شرط، إنه ال number of trial يكون ثابت ومعروف، خمسة مو infinitely يعني. فهو خمسة، وشو يعتبر ال number of trial؟ يعتبر عنه بN، فغورا بنحط N. تمام. بعدين نشوف الشرط الثاني، شو لازم يكون الشرط؟ إنه independent. فمنقول بما أنه حدوث أي نبتة أو الـ probability of any spring P having a green bud، معنوه ما بتأثر بكل نبتة، ما بتأثر أنه هي إذا حتطلع خضرة باللي بعدها ما حيأثر عليها، كل واحدة مستقلة. فمنقول أنه هذا الشرط متحقق. تمام. بعدين كل واحدة من المحاولات بتنقسم لقسمين طبعا، يا اما حتكون يعني ما احنا ما بنعرف شو حيطلع، يا اما حيطلع البي هو جرين يا اما ما حيطلع. تمام. او فينا نقول اصفر يعني. فهون شو صار؟ تو كاتيجوري. الشرط الثالث، الشرط الرابع، الاحتمال انه النبتة حيطلع خضراء هو ثلاثة ارباع، وقلنا هذه مال بضل ثابت لو عدنا على كل يعني على كل المحاولات، لو رجعنا حسبنا الاحتمال حيطلع ثلاثة ارباع بكل المحاولات. تمام. يعني كل مرة تنبت النبتة وهي بنحسب الاحتمال انه يطلع اخضر حيطلع ثلاثة ارباع، مثل زهر النرد مثلا، الاحتمال انه يطلع رقم واحد مثل الاحتمال انه رقم ستة. لو رمينا كل مرة حنطلع، لو رمينا ست مرات مثلا، كل مرة حسبنا الاحتمال نفسه حيطلع واحد على ستة. طيب بعدين عنا بي، عم قلنا اذا كان هذا، طبعا هلأ نحن حققنا كل الشروط، الاربع شروط، هل هو باينومي الديستريبيوشن؟ طبعا هو باينومي الديستريبيوشن، بنقول له انه هو حقق الشروط. عم قلنا اذا حقق هاي الشروط identify n و x و p و q، فنحن بنحدد اول شيء انه شو هو successes و شو هن الفيلر. successes هون حددناهم انه هن الاخضر. تمام. بنكتب شو هي ال n، مثل ما قلنا هي عدد الترايل، شو هن عدد الترايل؟ خمسة، خمس باتات. شو هن ال x؟ هن اللي بدنا نختاره نحن من الترايل، اللي هن يساوي ثلاثة، exact three of the offspring. شو هي ال p؟ ال p احتمال ظهور successes أو الأخضر، هاي نحن ما طاع معنا أو منعرفها، يعني اللي هي 0.75، مثل ما قلنا الاحتمال هذا بال p يتعلق باللي نحن منحطه، يعني إذا نحن حطينا إنه هذا هو، لازم نكتب انه P هو للسكسسز، والسكسسز هي انه ظهور اللون الاخضر، فيساوي 0.75. Q كيف تنحسب؟ 1 ناقص P، فمنقول 1 ناقص 0.75 يساوي، اللي هو يساوي 0.25. تمام. بعدين في عنا عدة طرق لحتى نوجد الـ probability للـ binomial distribution، اللي هن طبعا للـ binomial distribution هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن توزيع الـ random variable، قيم الـ random variable كل مرة شو بياخد قيمة، هي عبارة عن تمثيل. فهنا نشوف كيف نوجد هاي الـ probabilities. أول طريقة وهي اللي يعني حنستخدمها، اللي هي binomial probability formula، px يساوي n factorial على n ناقص x factorial في x factorial. هذا الجزء هلأ يعني لما أخذنا بالcounting أخذناه مر علينا، اللي هو شو ولا نسيته؟
هنا الكومباينيشن تمام. بي ضرب بي اس اكس ضرب الكيو للان ناقص اكس، حيث اكس هي من صفر الى ان تمام. هاي هي الفورمولا اول ميثود للباينوميال probability لحتى نوجد ال probabilities لل binomial probability distribution، حيث إن ال n نفسها هي عدد ال trials، ال x هي ال successes عدد ال successes، ال p هي احتمال ظهور ال success بفقط من one trial، ال q احتمال ظهور الفيلر كمان in one trial. إذا جبنا ال P فورا بنحسب ال Q واحد ناقص P. ناخذ مثال assuming that the probability مثل ما قلنا ال probability للنبتة الخضر أو ظهور اللون الأخضر بتطلع 0.75 بنسعى الشروط طبعا اللي حاطينها هنا. use the binomial probability formula لحتى توجد الاحتمال of getting exactly 3 P's. هون محدد شو بده هو الطريقة فطورا نستخدمها with green pods when 5 لما يكون معنا لما ننمي 5 نباتات من هاي الفاصوليا أو نبتة. بعدين عملنا عم يفصلنا أكثر find P3 given that N تساوي 5، يعني هو عطانا إياهم بس يعني اللي كتب لنا اياهم ما بظن بيكتبوا لنا اياهم بالاختبار. و x تساوي 3 اللي هن ال successes كم مرة فعلا ظهروا 3. ال p تساوي او شو هي الاحتمال النجاح او successes اللي هو باللون الاخضر 0.75، وال q اللي هي 1 ناقص p 0.25. فمنعوض بالفورمولا مثل ما هي تمام. فورمولا هاي منعوض بالفورمولا تمام. مثل ما قلنا هون ال n وهون ال n وهون ال x، نفس الشيء هون ال p وال x وال p او عفوا ال q اللي هي لل failures تمام اس n ناقص x، وبنحسب 5 فاكتوريال على 5 ناقص 3 2 فاكتوريال. اول شيء بنحسب بين القوس طبعا عشان ما نلخبط 2 فاكتوريال، بعدين بنفكها لهي. يعني الافضل بهي الفورمولا انه نحسب كل واحدة فيهم لحالها لانه يعني ممكن لما نكون بالحاسبه مثلا يطلع اخطاء، فبنحسب اول شيء هي لحالها. فهي لما نفكها 5 فاكتوريال بنفكها 5 في 4 في 3 فكتوريال، قلنا بما انه في رقم تحت منفك لعنده نحذف 3 فكتوريال مع 3 فكتوريال، هي 2 هي عبارة عن 2 في 1 بس. فهون من كمان من نحذف 2 مع الأربعة بيبقى 2، 5 في 2 10 تمام. هذا الجزء منه 10. بعدين هذا الرقم نحسبه بالآلة، وهذا الرقم نحسب 5 ناقص 3 طبعا أس 2، فمنقول 0.25 أس 2 كمان نحسبه لحاله بالآلة. بعدين النواتج نضربها ببعض تمام. هاي النواتج نضربها ببعض بالأخير هيك تكون أسهل بالحل. طبيعي معنا أنه الـ probability of getting exactly احتمال أنه يطلع معنا 3 بضبط لون أخضر من 5 ان يساوي هذا الرقم. طبعا بما انه احنا عندنا اصلا ال probability كانت 0.75 فحسب ال round of rule اذا بنقرب بنقرب لرقم بيزيد عنه بفاصلة عشرية واحدة بس، فمنيجي هون 2 6 3 3 شو اللي بعدها 6 فمنخليها 4 تمام، يصير الرقم 0.264
3 في المتر. بعدين في نسبة تانية اللي هي using technology اللي هي عن طريق ال stack disk أو mini tab أو الحاسبة أو الإكسل، إنه بيحسبوا هاي نفس الفورمولا. وفي طريقة إنه هو في جدول بالكتاب جاهز يعني، كمان تحت شروط معينة يعني، عطينا كم 12 والاحتمال هو 0.80 وكم كم اكس وهيك جاهزين يعني. بعدين قايل انه مثل الزقوا لطريقة الفورمولا اخر شيء، بس نحن ما رح نلزق لهدول، رح نلزق بس للفورمولا. تمام، هذا ال rational for the probability اللي اذا بدنا نبسطها او نختصرها ناخذ بس هذا الجزء اللي هو نفسه بحساب الكومباينيشنز، نفسه هذا الجزء كان بس. هيك بنكون عم نختصر الفورمولا، ما بنكون عم نهتم بعدد مو بعدد عفوا، ما بنكون عم نهتم بترتيب النواتج اللي حتصير. اذا بنختصر ما بنكون عم نهتم بالترتيب، هذا الجزء هذا الجزء بيهتم باحتمال حسن بالترتيب. تمام، مثلا اذا اخذنا المثال نفسه السابق بس قلنا انه شو احتمال ثلاثة نباتات لون اخضر بعدهم نبتين لونهم ما لونهم اخضر يعني، ممكن يكونوا صفر او مخلوطين. فبنجي اذا اخذنا الريشنال للقاعدة بس بنضربهم ببعض. تمام، اذا نعتبر الترتيب موجود فنجي نحسب 0.75 في 0.75 كل واحدة فيهم شو كان الاحتمال تبعها. احتمال الأخضر إنه 0.75، بعدين ثلاث مرات، بعده 0.25 في 0.25 لأنه احتمال ظهور التنتين بعدهم ليس مانو خضر. بنضرب كل الأرقام ببعضها بيطلع معنا هذا الاحتمال. بس هذا احنا هيك اعطينا ترتيب معين يعني لإلهم، ما حسبنا مثلا انه خضراء بعدين صفراء بعدين، ما اعطينا كل الاحتمالات الممكنة لترتيبهم. مشان هيك يعني تعتبر هي مختصرة انه احنا حددنا ترتيب معين بدنا اياه، النواتج اللي بدنا اياها. تمام، اما اذا ضربناها بهي الجزء من القاعدة هيك بنكون حسبنا كل الاحتمالات الممكنة بكل الترتيب ممكن. فالباينوميال بروبابيلتي فورمولا اللي هي الأصلية بتعتبر هي عبارة عن كومباينيشن أو تركيب يعني من هذول الجزئين اللي هو المالتيبليكيشن رول اوف بروبابيلتي اند ذا كاونتينج رول اللي هي هاي الكاونتينج رول للنمبر اوف ارينجمنت، كم عدد الترتيب. بعدين بننتقل للسكشن اللي بعده، اذا بنحسب المين والفاريانس والستاندرد ديفيشن بالنسبه للباينوميال ديستريبيوشن كمان يعني. هن بنحسبه بنفس القوانين بس كمان مثل ما قلنا انه الى نموذج خاص لهيك حطوهم بشكل تاني. هاي بالنسبة لل probability distribution اللي هو الشكل العام للباينوميال. الباينوميال هو حالة خاصة بس، في عدة حالات كمان لل probability distribution بس نحن ما رح ناخدهم هلا. تمام، أما الباينوميال إذا بدنا نكتبه نفسهم إذا عوضنا بس الحروف اللي تعرفنا عليها قبل شوي اللي هو المين بصير على شكل ميو يساوي ان في بي، حيث الان هي الترايلز كم عدد كم محاولة صارت، البي هي عدد المحاولات ب 1 ترايل،
الفاريانس نفس الشيء، بتصير ان في بي في كيو، والستاندرد ديفيشن صار زيرون، فهيك شكله صار يعني مقبول اكثر فينا نقول. ونفس الشيء لهم بتنطبق عليهم قاعدة الرينج رول اوف ثم، اللي هي انه كل البيانات تقع ضمن تو ستاندرد ديفيشن عن اليمين وعن او تو ستاندرد ديفيشن عن اليسار، فبيكون الرينج عبارة عن بس تو ستاندرد ديفيشن من الجهتين، ما بصير يطلع عنه يعني. فاحنا بنجيب الماكسيمم يوجوال فاليو مثل العادة، ميو زائد 2 في سيجما اللي هو ستاندرد ديفيشن، ومينيمم يوجوال فاليو كمان ميو ناقص 2 في سيجما، وكل القيم اللي بيناتهم هي تكون يوجوال واللي بلاك يوجوال. هون قايلنا مثال انه find the mean and standard deviation for number، مثل ما قلتي ومعلق على الفاصوليا الخضراء. assume that there are 0.75 احتمال انه تظهر خضراء، نفس الاحتمال، فأعطانا هو المين، عفوا أعطانا الـ probability للسكسس اللي هو P، وأعطانا عدد النباتات اللي هو أو trials اللي هو 5، والـ Q نحن فينا نحسبه 1 ناقص الـ P، وبنعوض بالـ mu N في P 5 في 0.75، طبعا عملوا له تقريب، والستاندرد هي نفس الأرقام جذر لـ N في P في Q. إذا أخذنا مثال ثاني، كمان بتجربة مندل اختبر 580 نبتة من الفاصوليا، وقال إنه 75% طلعوا معه من هذول النباتات من 580، أو إذا حسبناه هون يعني إذا ضربنا 580 في 75 على 100 هيطلعوا 435 نبتة طلعوا خضر من هذا الرقم، طلع 435 نبتة. فـ the actual هو هيك حط يعني افترض أو استنتج قانون أو ما مو قانون يعني، حط لنفسه إنه فرضية إنه 75 راح يطلعوا خضر، بس الناتج طلع فعليا كان 488 يعني اقل من هذا الرقم. فعملنا انه assuming that groups of 580 are generated، اوجد المين وستاندرد ديفيشن، وبعدين شوف باستخدام range rule of thumb المينيمم والماكسيموم، شوف هل كلام صحيح او يعني هل كلامه مقبول او غير مقبول. تمام، فبنستخدم أول شيء القانونين اللي هنا ميو يساوي N في P، بنشوف قدامنا شو هو ال N، عدد الترايلز، عدد الترايلز كم مرة صارت التجربة يعني كم مرة بشكل عام مطلوب تنميتها أو إنها تنبت، 580 نبتة، هذا الشكل كل العدد أو الداتا سيت كل البيانات اللي معنا هو N. ال P هو احتمال النجاح او شو هو الرقم اللي بده اياه للاخضر، هو بده نشوف كم عدد الخضر with green pods، فالبي هو كم اللي طلعوا، شو الحال اللي طلعوا، قال هو 75%، هو اعطانا اياه انه هو 75%، فبنضرب n في p بيطلع معنا المين او الاكسبكتد فاليو 435. شايفين كيف هون تسمى expected value لأنه هو اللي توقع انه 75% حيطلع 435. بعدين standard deviation كمان بالقانون تبعه منجيب ال Q اللي هي N1P، تمام، ومنعوض كمان بيطلع لنا رقم احنا بنعمل له rounded حسب شو الرقم اللي طلع. بعدين بنجيب المينيمم والماكسيمم نفس القانون اللي هو المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن والمين ناقص زائد 2 ستاندرد ديفيشن، بنعوض فيهم، تمام، هيك صار معنا الرينج
فبنشوف الرينج عم يقول لي يعني لازم يكون بين 414.2 إلى 455، وهو شو طلع معنا؟ طلع معنا 428 خبر، فهو يقع ضمن هذا النطاق، يعني ما نو أقل ولا نو أكثر. ففعلا استنتاجه ما نو صحيح، ما نو خاطئ عفوا، محتمل يعني، بس هو هاي المرة اللي عملوها ما طلع نفس الرقم، بس ما مشكلة يعني ما نو unusual. نقول انه Mendel actually got 422 peas with green bots and that value does fit in the range، وهي فعلا تقع ضمن الرينج اللي يوجوه. هيك نكون خلصنا chapter 5، ان شاء الله اكون يعني وضحت كل شيء بشكل واضح. تمام، يعطيكم الف عافيه.